احباب مشتركي سبورة نت. اليوم ان شاء الله باش نبدا نصلح لكم مجموعه من التمرينات على اول درس في الهندسه اللي هو التعامد والتوازي والوضعيه النسبيه لدائره ومستقيم. التمرينات هذوما مقتبسين من كتاب الثبات في الرياضيات باش نفهموا بهم بالكتاب قبل ما نتعدى نصلح لكم بطبيعه فروض المراقبه اللي فيها الدرس هذا. فهمنا؟ اذا نبدا بالتمرين رقم 1. شنو فيه التمرين رقم 1؟ ارسم دائرة C مركزها E ونقطة A من الدائرة، ابني المستقيم دلتا المماس للدائرة C في A وعين على دلتا نقطة M ما نوع المثلث MEA. فهمنا؟ إذا مش نصور C مركزها E ونحط نقطة A ونصور المماس في A، إذا نبني المماس في A. فهمنا؟ إذا باش نبدأ نبني الدائرة C متاعي بالطبيعة نستعمل البركال. هذه الدائرة C مركزها E، هذه C ونأخذ نقطة A من الدائرة C، هذه هي الA، نأخذها على أي في أي بلاصة من الدائرة C. بشنو يحبوا؟ ابني دلتا المماس للدائرة C في A. شو معناتها دلتا مماس لـ C في A؟ يجب نفهموا المعنى متاع الجملة هذه باش نجمو نبنوه. أول حاجة ابني معناها باش نستعمل الكومبا. شو معناتها دلتا مماس لـ C في A؟ معناتها إي A شبيه إي A، عمودي على دلتا. إذا المستقيم هذايا إي A عمودي على دلتا، معناها كي باش نبني دلتا مماس لـ C في A كأني باش نبني المستقيم دلتا عمودي على إي A. فهمنا؟ هو المماس ديما يكون عمودي على الدائرة بتاعي، ولكن هو يحبه في نقطة A، إذا عمودي على إي A. إذا باش نبني المستقيم العمودي على إي A. باهي، شوف شنو باش نعمل. أنا باش نعطيكم طريقة سهلة جدا باش نرسمو بها المستقيم دلتا العمودي على إي A. كي ناخو أنا لهنا ناخو مستقيم نسميه إي B، مستقيم إي بي باش نصورو بنقاط متقطعة. هذه نسميها النقطة بي، بحيث أ بي يساوي إي أ. باش ناخدو البعد أ بي يساوي البعد إي أ. فهمنا؟ شو معنتها لهنا؟ معنتها أ شنو تمثل؟ أ تمثل منتصف بي اي. فهمنا؟ باهي، شنو نجي باش نعمل انت؟ باش نجي نرسم الموسط العمودي للمستقيم اي بي. اذا باش نجي نبني الموسط العمودي، ابني الموسط العمودي لي اي بي. اذا منين مشي مر عفوا الموسط العمودي لي اي بي، مشي مر من نقطه او باش يكون عمودي على اي بي. هكا بالطريقه هذيك نكون عملت المماس نتاعي، بنيت المماس. اذا نجي نرسم الموسط العمودي، بالطبيعه ناخذ الفتحه تكون اكبر من المنتصف، نحافظ على نفس الفتحه، ردوا بالنا نبدل الفتحه اللي خدمت بها في النقطه اي هي بدل باش نخدم بها في النقطه بي. اذا حصلت على الموسط العمودي للمستقيم اي بي. شبيه الموسط العمودي هذايا؟ يمر من A وعمودي على EA. اذا هذا هو الدلتا، هو المماس للدائرة C. فهمنا؟ شنو السؤال نتاعو؟ وعين على دلتا نقطة M، باش نحطو لهنا نقطة M على دلتا. لو معطانيش هو في انا بلاصة باش نعينها فين باش نحب، باش ناخذ انا هذه النقطة M. السؤال ما هو نوع المثلث MEA؟ نجي نصور المثلث نتاعي MEA. هو المثلث هو MEA ولا MAE. فهمنا؟ MEA. باهي، ما هو نوع هذا المثلث؟ شنو نعرف عليه هنا لهنا؟ نعرف انه دلتا هو المماس لـ C في A. فهمنا؟ نكتب اذا المعطى نتاعي باش نجم نجاوب. خاطر شوفوا بالنسبة للهندسة راهو اذا كان يعطيني سؤال لازم يحب التعليم، مش نحط مثلا المثلث MEA عمودي في A، اي ولكن علاش عمودي في A؟ لازم نحط له علاش عمودي في A. شنو لدينا؟ نحن لدينا دلتا مماس لي سي في A. شو معناتها دلتا مماس لي سي في A؟ يعني دلتا عمودي على اي A، كما تفهمنا عمودي على اي A. اذا المثلث نتاعي اللي هو ام ا اي ولا ام اي A شبه بهذه ام ا اي، هو مثلث قائم الزاويه
في أ، فهمنا هو مثلث قائم الزاوية في أ. ما هي دي هو نوعية المثلث M A E. اتعدل التمرين 2، شنو في التمرين 2؟ نص التمرين A B C مثلث متقايص الضلعين قمته الرئيسية A و E منتصف B C. برهن أن AE هو المتوسط العمودي لـ BC. ارسم الدائرة C التي مركزها E وشعاعها EB. في كم نقطة يقطع المستقيم AE الدائرة C على جوابك؟ إذا هذا هو نص التمرين. ديما نحاول إني نقرأ لكم نص التمرين باش هكا تقصوا، تاخذوا تمرين وحدكم وترجعوا تشوفوا الإصلاح، تفهمنا؟ إذا شنو عندي لهنا باش نبدا نصلح لكم التمرين. المثلث ABC مثلث متقايص الضلعين قمته الرئيسية A. إذا كيفاش باش نعمل أنا نصور مثلث متقايص الضلعين؟ نجي ناخذ الضلع هذايا، ما عطانيش هو الأبعاد، ناخذ الضلع الأولاني هو متقايص الضلعين قمته A ABC، إذا هذا باش يكون ضلع BC، فهمنا؟ خاطر هي القمة متاع التقايص في A. نجي ناخذ مثلث، ناخذ البركان عفوا، وناخذ فتحه اللي نحب عليها. هو ما عطانيش القيس، كان عطاني مثلا متقايس ضلعين وضلعين هذوما 2 سنتيمتر ناخذ 2، كان عطاني 3 ناخذ 3، ولكن هو ما عطانيش باش ناخذ فتحه كيف ما جات، فهمنا؟ ناخذ الفتحه نحط الراس في الكومبا بركان عفوا، نحطه في بي عفوا، ديما نحاولوا البركان نتاعنا ما يتحركش، نحافظ على نفس الفتحه ونحطها في سي. باهي؟ إذا هكايا كنت حصلت على مثلث متقايص الضلعين قمته الرئيسية بتبيع A. هذا هو المثلث متاعي متقايص الضلعين في A. باهي؟ هاكا الضلع هذايا هو بيدو، خاطر خديت نفس الفتحة، هو بيدو الضلع في A. دونك الضلع AB يساوي الضلع AC، عندي AB المعطى متاعي AB يساوي AC. باهي؟ شنو يحب هو؟ السؤال برهن أن متقايص الضلعين في A هو إي منتصف بي سي. إذا باش ناخد إي هي منتصف بي سي، أنا خذيتها لهنا 7، إذا باش تكون هذه هي الإي 3.5، فهمنا؟ إي هي منتصف بي سي. إذا شنو يحب هو؟ السؤال برهن أن AE هو المتوسط العمودي لبي سي. إذا يحب يبين أنه AE هو المتوسط العمودي لبي سي، بالطبيعة نرجعو لخاصيات المتوسط العمودي. شنو هي خاصيات المتوسط العمودي نتاعنا؟ أي نقطة تنتمي إلى المتوسط العمودي تبعد نفس البعد عن طرفي القطعة. به شبه هي، هو يحب AE، بما أنه AE يحب يبين أنه AE هو المتوسط العمودي، بما أنه A شبه A، A هي رأس المثلث متقايص الضلعين، معناها الضلع هذا يساوي الضلع هذا، إذا A B يساوي AC، فهمنا؟ A B يساوي AC، وبالطبيعة عندي زاد المعطى اللي يزيد يعاوني أكثر، إي هي منتصف BC، المنتصف نرمزو له هكاك، فهمنا؟ إي هي منتصف BC، إذا بالمعطيات هذوما زوز نجم نبين إنه AE يمثل المتوسط العمودي لـ BC، فهمنا؟ بالطبيعة نرجعو لخاصيات المتوسط العمودي اللي موجودين في فيديو متاع التلخيص. أي نقطة تنتمي للمتوسط العمودي تبعد نفس البعد عن طرفي القطعة، نجم نزيد نفكركم به. أي نقطة تنتمي إلى المتوسط العمودي لمستقيم معلوم بالطبيعة تبعد نفس البعد عن طرفي القطعة، نفس البعد عن طرفي القطعة، بتبيع قطعة المستقيم إلى الموصل العمودي لقطعة مستقيم لهنا، خاطر ديما نحكو على الموصل العمودي لقطعة مستقيم، يلزم بالنسبة للموصل العمودي يلزم المستقيم يكون محدود بين الطرفين. باهي، إذا شنو عندي؟ تبعد نفس البعد عن طرفي القطعة، بتبيع بأنه عندي A تبعد نفس البعد عن B و C، إذا AE يمثل المتوسط العمودي. السؤال اللي بعده، أرسم الدائرة C التي مركزها E وشعاعها EB. إذا نجي نصور الدائرة C مركزها E وشعاعها EB ولا EC، كيف كيف؟ علاش؟ الخطر E هي منصف الضلع نتاعي، فهمنا؟ على هذه الدائرة نتاعي. هذه هي الدائرة C. سؤال، في كم نقطة يقطع المستقيم AE الدائرة C؟ علل جوابك. وين المستقيم تاعي؟ هو المستقيم AE. في كم نقطة يقطع المستقيم AE الدائرة C؟ باش نجاوب على السؤال هذا يلزمني نعرف بعد
المركز من الدائرة متاع المستقيم اللي حب عليه اللي هو المستقيم AE. ما هو بعد مركز الدائرة على المستقيم AE؟ شنو نلاحظ؟ نلاحظ ان المستقيم AE يمر من مركز الدائرة اللي هي E. هكا ولا؟ اذا البعد متاعه شنو باش يكون؟ البعد يساوي صفر، معناها بعد مركز الدائرة على المستقيم هو صفر. اذا البعد اصغر من الشعاع، هكا ولا؟ بما انه البعد اصغر من الشعاع، اذا المستقيم بطبيعة بالضرورة مش يقطع الدائرة في نقطتين. وديجا نلاحظ انا لهنا كي نزيد نطول في المستقيم تاعي، لاحظ انه يقطع الدائرة تاعي في نقطتين، عندي هذه نقطة وعندي هذه نقطة، فهمت؟ مهما تكون النقطة أ، هذه هنا عندي الأ تفوت الدائرة، بي كان خذيت أنا الأ لهنا كيف كيف باش نجي نتحصل على نقطتين، كان خذيت الأ لهنا عفوا باش نجي نتحصل على نقطتين، مهما تكون الأ، علاش؟ على خاطر الوضعية النسبية لمستقيم ودائرة مربوطة ببعد المركز الدائرة على المستقيم نتاعي اللي هو أ، فهمنا؟ إذا شنو باش نكتب أنا لهنا؟ التعليل نتاعي بالطبيعة ديما ما نجاوب على سؤال إلا بالتعليل في الهندسة. إذا باش نشوف الوضعية النسبية لازم نعرف بعد مركز الدائرة اللي هو E، نسميه E، عن المستقيم تاعي، عن المستقيم اللي هو AE. شوفوا شنو لاحظوا، نحنا E تنتمي للمستقيم، إذا البعد بيناتهم شنو باش يكون؟ إذا المستقيم يمر من المستقيم يمر من المركز، يمر من E، إذا البعد صفر، هكا ولا؟ هما متطابقين. بما انه البعد صفر، البعد شبيه هذا، البعد هو اصغر من شعاع الدائره. اذا بما انه البعد اصغر من شعاع الدائره، اذا الدائره سي والمستقيم اي يتقاطعان في نقطتين، نسمي واحده اي واحده، نسمي واحده مش اي، عاد عندي الاي، نسمي واحده سي واحده دي، فهمنا؟ يتقاطعان في نقطتين سي ودي، اذا نسمي هذه النقطه سي ونسمي هذه النقطه دي، فهمنا؟ هذا هي الوضعيه النسبيه ل AE والدائره C. نتعدى نصلح التمرين رقم 3. شنو فيه التمرين؟ ارسم دائره C مركزها E و AB قطرا لها، ابني المماس دلتا لC في A والمماس دلتا اولي لC في B، برهن ان دلتا ودلتا اولي متوازيين. اذا نبدا نجاوب على الاسئله تاعي. صلح تمرين رقم 3، ابني الدائرة C. إذا مش نحاول إني نبني أرسم ولا ابني، بالطبيعة باش نستعمل الكومبا، الدائرة C. الدائرة C مركزها E و AB قطرا لها. شو معناتها قطر؟ يلزم يكون يمر من المنتصف، هكا ولا؟ هذا هو الـ AB. A بي. ردوا بيكم ردوا بيكم ردوا بيكم، جوش تعملوا لي هذا الأ بي هكا مثلا ولا هكا، فهمنا؟ يلزم يكون الأ بي شبيه أ بي، يكون يمر من المركز الدائرة، معناتها المستقيم اللي يمر، بما انه قطر يلزم يمر من مركز الدائرة، فهمنا؟ بي أ بي قطرا لها، ابني المماس دلتا لي سي في أ والمماس دلتا أولي لي سي في بي. إذا مش تشوفوا المماس في أ والمماس للدائرة في بي، شنو مش نجي نعمل كيما عملت في التمرين اللي قبلها، نجي نحاول اني ناخد ضلع باش نرسمهم الزوز مع بعض في وقت، نجي نحاول اني ناخد قطعه مستقيم، فهمنا؟ نطول شويه لهنا باش نرسم الموصله العمودي نتاع. هذه هي الطريقه السهله، بما انه ابني اذا مش نستعمل الكومبا، نحاول اني ناخد قطعه المستقيم الاولانيه نسميها اي ا اولي، وهذه هي اي بي اولي. شنو باش نجي نعمل انا لهنا؟ باش نجي المره الاولى ابني المواصل العمودي لقطعه المستقيم اي ا اولي، اذا بالضروره باش يتعدى من ا ويكون عمودي عليها، باش نرسم المواصل العمودي لقطعه المستقيم اي بي اولي، اذا بالضروره باش يتعدى من بي وباش يكون عمودي عليها، فهمنا؟ اذا باش نجي ناخذ البركال، نحاول نحل الفتحه تكون اكبر من المنتصف، نحافظ ديما على نفس الفتحه، فهمنا؟ نزيد نطول فيها من هنا، ها هلا دونك باش نجي نصور المستقيم نتاعي اللي هو المماس للدائره سي في نقطه ا. هلا هذا هو المماس، هذا هو دلتا، فهمنا؟ كيف كيف باش نجي تويكي نعمل نفس الطريقه باش نصور المماس للدائره سي في نقطه ب، ناخذ نحاول اني ناخذ اكبر من المنتصف، نحافظ على نفس الفتحه ونصور المستقيم نتاعي اللي هو دلتا اولي.
ومثل الدائرة C في نقطة B. السؤال نتاعو ما هي الوضعية النسبية لي، وإلا هو برهن أن دلتا ودلتا أولي متوازيين. برهن أن دلتا ودلتا أولي متوازيين. نحشو عندي، عندي دلتا هو المماس للدائرة C في A، إذا من هذه شنو نجم نستخرج؟ نستخرج إنه دلتا عمودي على AE، فهمنا؟ وعندي دلتا أولي مماس للدائرة C في B، نجم نستخرج إنه دلتا أولي عمودي على BE. B شنو عندي؟ أنا عندي إنه AEB على استقامة واحدة، AEB على استقامة واحدة، ثلاثة نقاط على استقامة واحدة. إذا بما أنهم هم على استقامة واحدة، دلتا عمودي على AE معناتها دلتا عمودي على AB، ولهنا دلتا أولي عمودي على AB، هكا ولا؟ إذا مستقيمان عموديان على نفس المستقيم فهما مستقيمان متوازيان، هذوما زاد موجود في التلخيص. كيبدا عندي زوج مستقيمات عمودية على نفس المستقيم، لهنا عندي زاوية قائمة ولهنا عندي زاوية قائمة، بالضرورة هذين المستقيمان باش يكونوا متوازيين. فهمنا؟ عاد نصلح لكم اخر تمرين في الفيديو هذا، واللي هو تمرين رقم 4. شنو فيه تمرين؟ ارسم دائره سي واحد مركزها او وشعاعها 4 سنتيمتر، عين خارج الدائره نقطه ا، ثم ارسم الدائره سي 2 قطرها او ا التي تقطع سي واحد في نقطتين او واف. حقق ان المثلث او ا او قائم الزاويه في او. ما هي الوضعيه النسبيه للمستقيم او ا والدائره سي واحد؟ علل جوابك. باهي نبدا نجاوب على اسئله التمرين نتاعي. إذا باش نصلح آخر تمرين في الفيديو اللي هو تمرين رقم 4. أول حاجة باش نجي ناخو الدائرة مركزها أو وشعاعها 4 سنتيمتر، إذا ناخو المسطرة خاطر عاطيني الشعاع ونعمل 4 سنتيمتر. إذا واحد اثنين ثلاثة أربعة، هذوما 4 سنتيمتر، ناخوهم بالكومبا. نجي نحط مركز نتاعي لهنا، سميه هو مركز الدائرة سميه أو، ونجي نحافظ على الفتحة هذيك اللي حلتها اللي هي 4 سنتيمتر، شعاع 4 سنتيمتر، ونصور الدائرة. إذا هذه هي الدائرة سي. ب شنو يحب هو؟ عين خارج الدائرة نقطة أ، هي يعني خارج الدائرة باش نصور نحط نقطة أ، ثم أرسم الدائرة سي 2، هذه هي سي 1، ويحب الدائرة سي 2 قطرها أو أ، الدائرة سي 2 قطرها أو أ. وين الدائرة سي 2؟ دونك مادام القطر نتاعها أو أ، إذا الشعاع شنو باش يكون؟ الشعاع باش يكون منصف، هذا منصف قطعة المستقيم أو أ. إذا نحاول هنا لوج على منصف قطعة المستقيم أو أ. نجم نصور الموصل العمودي يتعدى من المنتصف، كما نجم نحسب لهنا بالمسطرة قداش عندي ونصور نحط المنصف نتاعي، ولكن باش نخدم لكم بالمواصل العمودي بما اننا نحن في درس المواصل العمودي باش نزيدو نتمكنوا اكثر من 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 رسم او من بناء المواصل العمودي. قال لي ساهل اوكي. اذا عندي نقطتين، ما غير ما نطول فيه باش نجي باش نحط المركز نتاع الدائره نتاعي. هذا هو المركز نتاعها، اذا هو قطرها او ا. على هنا جاتني متعديش بالقدام وخاطر الكومبا ما يلزمش يتحرك الكومبا، فهمنا؟ اذا هذه هي الدائره سي 2 ب قطرها او ا التي تقطع سي 1 في نقطتين او واف. اذا فيهم نقطتين نتاعي، هذه نقطه او وهذه نقطه اف، هاو سي ا و سي 1 و سي 2 يتقاطعان في نقطتين او واف. حقق ان المثلث او ا او قائم الزاويه في او. وين المثلث؟ عايزين نصوروا او ا او، اذا هذا هو المثلث نتاعي. شنو يحب يبين هو لهنا؟ يحب يبين ان المثلث هذا هو قائم الزاويه في او، يعني يحب يشوف لهنا انه لهنا فما زاويه قائمه. لهنا شنو نلاحظ هنا؟ لهنا نلاحظ ان المثلث ا او او شبيه في وسط الدائرة سي 2 وعنده ضلع من الأضلاع نتاعو هو قطر الدائرة، إذا بالضرورة باش يكون مثلث قائم الزاوية. هو ديجا قال لي حقق قانون من رسم قائم الزاوية، فهمنا؟ المثلث نتاعي أو أ أو قائم الزاوية، هكا ولا؟ قائم في أو. ديما أي مثلث موجود في وسط الدائرة وعنده ضلع من أضلاعه يمثل قطر الدائرة إذا فهو قائم، فهمنا؟ باهي حققنا اللي هو قائم. شنو هو السؤال اللي بعده؟ ما هي الوضعية النسبية للمستقيم أو أ
والدائرة سي واحد من الوضع النسبي. أهي بما أنه مزيج شو معناتها؟ معناتها أو أ عمودي، المستقيم أو أ عمودي على المستقيم أو أو، هكا ولا؟ إذا أو أ متعمدين، وعندي أ لا تنتمي إلى الدائرة سي، هكا ولا؟ و أو موجودة على الدائرة سي، إذا شنو باش يكون المستقيم تاعي؟ أو أ يمثل مماس لي سي واحد في أو، فهمنا؟ إذا فهو مماس لي سي واحد في أو. على جوابك إذا على خاطر هذوما متعمدين، أ لا تنتمي للدائرة سي و أو موجودة على الدائرة سي. باهي، إذا توا صلحتكم أربع تمارينات، تابعوني على السبورة نيت باش نكمل نصلحكم إن شاء الله بقية سلسلة التمارينات هذه على الدرس الأولاني. كان فما أي استفسار تنجموا تتصلوا بتبيعة سبورة نيت، وتابعوني على سبورة نيت.